صافي الدراري كان قال لنا الدافوس دابا غادي نتحركوا عندو لديك البلاصه ديال الحرب. كان قاد لنا واحد البلاصه ناضيه خاصه بالحرب، دابا غادي نتحركوا عندو. فينا هو الدافوس؟ قال لي هاد الحداثيات ما عرفتش بالضبط. ها هو اول الاول اللي وصل. شكون هذا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيداير اخونا؟ باركي هنا. باركي بلاتي نحيد من حداك هنا باش ما تجيش تحط ليا الكريفن. فين مشات المونيه اللي معاك اخويا؟ درت معاها في الراديو قالت لك هي جايه. مرحبا جيت تفضل انصاليك بعدا نحط لك البرابير ديالك. هاي 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 على هاد البلاصه كي دايره هنا فين غادي تنوض الروينه؟ قلت شد واحد البلاصه انت بعدا. اييه مرحبا بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفاش الدوبي مالك؟ واش بخير؟ الحمد لله ربي يخليك وتهاني مرتاح ليا. زيد انصالي انصالي فوق. وين الدوبي؟ كي داير؟ لاباس عليك؟ بخير جات صافي. هاي الكليكات جمعت الدوبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم الاخوان. مرحبا بك لاباس. لازم كل واحد نحط ليه الزلافه ديالو. شتي اهل الجود والكرم ماشي بحال الضوبي. قلت له هذيك النهار تجيب لنا شي حاجه ما نقصيو بدا تيتموت عندنا. ما تصحبش ليكم هذا الشيء اللي حطيت ليكم راه في الضيافه والكرم والجود. لا لا موراكم راه تما فين غادي تنوض الحرب ان شاء الله. ليه؟ فوالا باش نكونوا متفقين باش ما ندويوش دغيا وهذا نختزلوا الامور. ديناصورات كل واحد من حقه يجيب 10 ديناصورات. دونك كل واحد كل ايكيب عندها 20 ديناصور. مونيا بيكسي 20 ديناصور، انا والضوبي 20 ديناصور. صحه الحرب قدامنا. ديناصورات اللي تيطيروا ما كاينينش غير هذوك اللي تمشاو على رجليهم. اوكي صافي بلان. سلاحات ما يتخدموش. لي غريفن الديناصورات ديالكم اللي تيطيروا ما يتخدموش. خليو الديناصورات هما يديروا الخدمه. ممكن واحد السؤال اخاي دافوس؟ قول لي قول لي. نقدر نكون راكب على شي ديناصورات اللي كاينين في الحرب ونستخدمهم؟ فوالا دونك انت دابا عندك 10 ديناصورات باغ اكزومبل. انا جبتي انت دابا 10 ديناصورات ديال تيركس. ركب في واحد فيهم وتقاتل به ماشي مشكل. ما نقدرش نسويتشي من لا من واحد لاخر. لا سويتشي ماشي مشكل. هذوك الديناصورات ديالك اللي 10 اللي حطيتها في الحرب دير فيهم ما بغيتي. ركب فيهم كاملين انت اللي قدرت. صافي. عندي واحد السؤال واحد اخر. قول لي. واش عندنا ديناصورات اللي محددين خصنا نجيبو ولا غير ديناصور واحد من فئه واحده؟ زعما واش مثلا داك الجيجا واش نجيبو منه 10 او لا نجيبو شويه من الجيجا شويه من حيوانات اخرين؟ المهم شرح لي هذا البلان هذا. اوكي هنا عندك الحريه تختار اللي بغيتي. عندك 10 ديناصورات جيبهم كاملين جيجايات ولا جيب غير واحد جيجا واحد تيريكس واحد اللي عجبك. المهم عندك 10 ديناصورات خصهم يتمشاو في الارض جيبهم كيف ما بغيتي. انت جيب حتى الدودوات وتقاتل بهم شغلك هذا. المهم يكونوا تيتمشاو في الارض. يكونوا تيتمشاو في الارض ويكونوا 10 ديناصورات كيف ما بغاو يكونوا. دونك غير باش ما تحمرش القضيه وصافي. شوف حاولوا تجيبوا ديناصورات متنوعه باش اننا نستمتعوا ونتفرجوا في هذا اش غادي يدير ضد هذا باش داكشي يكون ممتاز وممتع. صافي بلان. عندي سؤال لدافوس. قولي لي اللي خسر في هذه الحرب هذه مثلا شنو غادي يكون العقاب ديالو من بعد؟ ها هذا السؤال مهم. انا غادي نجاوبك بكل اختزال ثاني شي عربيه انا. المهم غادي نجاوب ديريكت. اللي خسر في هذه الحرب رسميا ما غاديش يكون عنده الحق انه يشارك في شي حرب اخرى. سعلينا. شاد الحقره هذه. شوف انا ماشي سوقي. تخسر في هذه الحرب هذه الحرب الجايه غادي تجلس في الكرسي وتفرش. هذا الشيء اللي كاين. وكيفاش هذا البلان هذا ديال ما عندوش الحق انه يشارك في حرب اخرى؟ ممكن نشرح لك اكثر؟ هذا هو الحكم ديالو الا خسر في هذه الحرب. ولكن من حقه انه يشارك ان ديريكتومو من غير المباشر في الحرب اخرى. انه يقدر في وسط الحرب يتدخل الى قد انه يتدخل يخسر لدوك الناس اللي جايين يديروا الحرب يخسر لهم صحته. انه يشارك الغدره فهمتي ولكن يشارك بصفه رسميه في ديك الحرب ما غاديش تكون ليه الا خسر. ويقدر يعاون شي واحد من هذوك اللي مثلا في الحرب الجايه مثلا خسرت مونيا ياك. وفي الحرب الجايه عندي الحرب مع بيكسي ياك. تقدر مونيا تعاون بيكسي مثلا تعطيه الديناصورات وتعطيه شي لعيبات اخرين. تعطيه اللي بغات ولكن في وسط الحرب ما غاديش تكون فيه. ولكن ممكن انني نهضركم كاملين ونجيب الديناصورات. الا قدرتي تغدري غاغدري. شو هذا اللي تيقول لي نغدر الا قدرتي تغدر ربح بعدا هاد الحرب هادي وديك الساعه قلب فين تغدر. ربح بعدا هادي قال لك غتغدر وما رابحش هادي. دابا انتم جالسين هاد الجلسه هادي استحليتوها. نوض نوريكم بعدا الحرب فين غتكون كي غادي تكون ان شاء الله. نوض جبتي لينا الماكله وما حطيتي لنا والو ناكلو اصاحبي ماك جيعان اصاحبي. نوض حطيت سالي الحرب راه ما نقصيو. شوف سمعوني مزيان اللي غادي تجيو ان شاء الله مونيا وبيكسي غادي تكونوا انتم معلمين والضوبيم غادي يكونوا على الله يسر على هاد الجهه. الحرب غادي تنوض في الوسط ان شاء الله هنا. واحد السؤال مهم. نسينا ما قلناش وهو انه دابا خيط دافوس وهو انه دابا ملي غادي نكونوا جوج ياك. واش انا وياك نحط 10 انت تحط 10 ونبداو الحرب في دقه واحده ولا جوج مثلا انا وبيكسي وانت ومونيا ولا العكس فهم؟ ولا جوج غيدخلوا جوج غيحطوا غنحط غتحط غيحط غتحط وغنتناو نشوف تما في الوسط تما. صافي يعني 40 دقه واحده. 40 دقه واحده وصلت على المرسالين. صافي دابا اتفقنا على 20 ديناصور ياك. على كل فرقه عندها 20 ديناصور غادي تحطوا كاملين دقه واحده وغادي تدابزوا دقه واحده. يلا سيروا نشوفكم مازال هنا. سيروا ان شاء الله خدموا باش نتلاقاو هنا. صافي السلام عليكم. الله يعاون ربي. شوف غتغيب الشمس غيصبح الحال نتلاقاو هنا نرونوها يلا ان شاء الله. صافي السلام عليكم.
لا ويا الله بيكسي دابا نمشيو حنايا نشوفوا شنو غادي نديروا في هاد الحريره. والله الله شوفي دابا ما حدا دار قريبه هنايا يلاه نمشيو نتحركوا لهاديك الدار ديالك راه هي كتبان لي من هنايا. صافي ونهضروا مزيان على شنو غادي نديروا. هادي دار كامونيا ايه هادي راه مقلوبه. وات شت ما بقى فيها شي. ايوا راني رحلت من هنايا. وفين وليتي ساكنه؟ وليت ساكنه فواحد الكهف. واحد الكهف تحت الارض. وقبل بعدا ما نمشيو نروضوا لينا الديناصورات ابي خصنا ضروري نمشيو نقادوا الاسهم ديال التخدير. ايه ضروري الاسهم ديال التخدير. ديجا عندي واحد 46 واحد نزيدو نقادوا شي حاجه. صافي ماشي مشكل نقادوا شي حاجه بيخصونا بيخصونا. يعني راه تقريبا شحال من ديناصور غادي نقادوا؟ راه اكثر من 20 ديناصور غادي نروضوا. شوف كون عاني من الناحيه ديال لي كيكا. ديجا لي كيكا عندي دابا حاليا اتفقت انا وياك في الراديو غادي نديرو 6 ديال لي كيكا وغادي نديرو 2 ديال لي براكيو و5 ديال التيكريكس و7 ديال ستيغوتيك. هادشي اللي اتفقنا عليه. هي هذيك وي داكشي اللي اتفقنا عليه. يعني دابا عندنا 4 ديال الحيوانات مختلفين. يعني ما عندهم ما يقولوا لنا في الحرب 20 حيوان اتفقنا عليه مختلفين. قال لك ما تجيبوش حيوانات بحال بحال. احنا جبنا حيوانات مختلفين دابا اكثر من 4 الحيوانات. يعني احنا مزيان دابا. شوفي مونيا عرفتي اش غادي نديرو دابا؟ غادي نمشيو نروضو اول حيوان ديالنا اللي هو ستيغوتيك. صافي بلا صافي نمشيو نروضو هو الاولاني دابا ياك. شحال قلنا بنا نروضو منه 7 ياك. يلا هز الكريفين ديالك ويلا نحلو بعدا الخريطه نشوفو هاد ستيغوتيك ديالك فين كاين. كاين واحد فيه 311 كاين في الخريطه الهي. اجي معايا تبعيني تبعيني تبعيني. يلا سير سير. المهم الاخوان احنا نوصلوا تما واجي نوريكم الحيوان كي داير. ما عمرني شفت انا هذا الحيوان هذا حتى قلتوا لي دابا مونيا. نحاول نمشيو نكتشفوا نشوفوا كي داير. ها احنا وصلنا. واش هاتي تروض هو بالاسهم ياك؟ اه غير بالاسهم. هذا قول لي تيصلح للحرب ياك؟ تيصلح هذا. ما فايات يطلع عليه الطاربر ديالو. دابا هذا اللي بينا نروضو بيخصو يا اما الناركوبيري ولا بيخصو ذاك الترينوبيري ولا الفريز. عندك انت الميتال ولا ما عندكش؟ الميتال الميتال خليته في الدار. واش اش دير؟ صبر عليا خويا غادي نقاد انا شي ميتال هنايا ونعطيوه الكيبل دغيا غادي ينوض. انت البلان كيفاش؟ اوكي صافي بلان. فارمي شويه الميتال الا كانت تمايا حداك. اوكي هاكا راه جبت لك شي شويه الميتال هاك. اه 130 يلا. شحال بيخصو؟ بيخصو 7 بيخصو 7. اجي انا نعطيك واحد. دابا هذا اش نسميه؟ صافي نسميه ديفونس. ديفونس واخا ديفونس ما كتكتبش هكاك ولكن المهم. مونيا يلا نمشيو نروضو الثاني. اه نمشيو نروضو خويا الثانيه غازي. يلاه نمشيو نتحركوا دغيا. راه واحد راني علمته لك تحت في الخريطه راه ورا الليفل ديالو تقريبا 311 كاين في وسط الغابه. يلا نمشيو ندوغلو مع صبوم تما في وسط الغابه. يلا اوكي مونيا احنا وصلنا دابا. وجدي لي وجدي لي القصيص ديالهم. لا صافي انا مدوك عندك تما 8 ماشي 7. صافي مزيان. انا كنجمع انايا الدراري الميتال باش هكا مازال غنحتاجو لي ريكس الاخوان غادي نحتاجو ضروري الميتال بزاف. صافي مونيا هاني روضت دابا هذا. واحد 280 اجي 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 هو واحد 280 ها هو عندي هنايا. عندك هذا الدراري غادي نضربو الضربه وحده. ها انتوما يلا 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 الطوربور ديالك يطلع. يلا سربينا سربينا ما مسانيش الله يرحم لك الوالدين. انا حط لك وحده حطيني انت هي 6. قال دابا عندنا 3 ياك. اه دابا 3. شوف الاخرين عندي صافي بلا ما نحتاجو نزيدو نروضو راه عندي الاخرين. صافي عندك مزيانه. اه عندي مخير ناضي وعندي كاع التيك اللي عندي. صافي التيك مزيانه عندي التيك يا خويا عندي التيك يا خويا. شحال عندنا مونيا دابا من ستيغوسوريس؟ دابا عندنا 7 يا خويا 7. صافي كملنا العدد دابا اللي خصنا. دابا اش خصنا دابا نروضو؟ انا نمشيو نشوفو لي تيكريكس دابا. دابا غادي نقلبو على التيكريكس. حط لي معاك دوك الاسهم ديال التخدير. واخا والله ما كاين. كاين ليفل 61. اي كاين ليفل 61 هو اللي كاين. عرفتي اش غنديرو؟ غادي نمشيو نشوفو شي ريكسات هما ناضيين. لي تيكريكس عندي واحد جوج جوبونس ولا 3 في الدار ديجا دروضتهم في الكواليس. اذا اش راه كما قلنا في البدايه الفيديو خصنا 6 تاع لي كيكا 6 تاع لي كيكا. دابا راه كاينين جوج ديال البروكيوس هما اللي بيخصونا دابا. او التيكريكس شحال قلتي عندك انت؟ قريب من 3. ايوا عندك انت 3 وانا عندي جوج هي 5. داكشي اللي بيخصنا. وعندنا دابا 7 ديال لي ستيغو. صافي يعني دابا راه ما بقى خاصنا والو. بيبقى خاصنا دابا واقيلا غير البراكيو. اي البراكيو هو اللي خاصنا وي. صافي نمشيو دابا نقلبوا على شي براكيو. بلاش نقلبوا على شي براكيو نشوفوا شي واحد يكون ليفل ديالو زويون. اه كاين ليفل ديالو 300. اي ثينك هذوك الاخرين اللي ليفل ديالهم شي شويه كبير راه ما كاينينش هنايا. كاين واقيلا في المعالم الاخرى. صافي نمشيو لهذا اللي ليفل ديالو 300. المهم الاخوان دابا خليت مونيا مشات تجيب لنا الاسلحه باش غادي نقدروا نروضوا ذاك البراكيو. غادي نمشي نتحرك دابا انا للدار نمشي نقاد ليا شي شويه الامو حيتاش ديجا كنت خليت ليا شي شويه ديال الكام باودر في الدار تيتقاد. يعني غادي نمشي نقدر نلقاه تقاد تصاوب وكلشي. نمشي نقاد ليا الامو باش نتحرك عند مونيا نلقى عندها ديجا السلاحات ونمشيو نقصدوا ديك الساعه ذاك البراكيو نمشيو نروضوا ان شاء الله. احنا وصلنا دابا الاخوه للدار نمشيو نشوفوا على الله يكون تقاد هذاك الكام باودر. نحاولوا نشوفوا الا تقاد شي 1000 راه مزيانه بنا نقادوا اكثر من 1000 ديال الامو. اوكي دابا
دابا تقريبا قاد لينا هو اكثر من 335 حبال اللي تقريبا اللي قاد. دابا حاليا نجي نحاول عاود ثاني نقاد ليا واحد 1000 من هادو تقريبا، بيكون عندنا في التوتال واحد 500 وشي حاجه ولا 600 تقريبا. ما عرفتش شحال اجي تجيب ليا ديال القرطاس، ولكن المهم غادي نحاول ديك الساعه نشوف شحال تجيب ليا من القرطاس، حيت ربي خصنا القرطاس بزاف. موني يقدر يكون عندنا بزاف ديال الغان باودر باش نقادوا الامو ديال داك السلاح. استنى دابا بين ما تقاد لينا داك الشيء وبين ما نجات مونيا، وغادي نرجع لكم ديك الساعه الدراري. دراري عيطات ليا دابا مونيا في الراديو، قالت لي بانه وجدت كاع السلاحات اللي غادي خصنا باش نمشيو نروضوا داك البراكيو. قالت لي بانه قاد واحد الديناصور تقريبا فيه ما عرفتش شي 312 في الليفل. المهم حنا نقلبوا عليه دابا نشوفوا فين كاين الليفل ديالو الدراري، اكثر من 311 هو اللي قالت لي مونيا كاين في هذا القنت هذا. اوكي نمشي دابا نتحرك عندها. شحال من متر؟ اوكي 1600 متر. المهم انا غادي نوصل دابا عند مونيا تما وغادي نرجع لكم دابا الدراري. صافي حنا وصلنا الدراري عند واحد البراكيو هو 311 فين مونيا. قالت لي انا كاين وحده وا بيكسي مونيا جيتي وجدت لي السلاح. عندك شي امو ولا ما عندك والو كاع؟ جبت معايا 500. عندي الغان باودر باش نقادو الامو، ما عنديش الامو. ماشي مشكل، غان باودر دونك غيخصنا الميتال. الميتال عندي، الميتال عندي شي حاجات الميتال. صافي غادي تقاد واحد 500 امو، انا جبت معايا 500. اوكي أيه. باش هكا نتسماو هكا معاونين، فهمتي البلان كيفاش داير؟ نروضو بهاد 500 اللي عندك، نروضو بها هذا 500 الاخرى نروضو بها الاخر. مزيانه صافي مشات. اري ليا دابا السلاح، اري ليا السلاح نشوفو هادشي كي تيطروض. هاك السلاح تشوفو امو فين هو. اجي هكا امو، اجي اجي دابا نوريك الخبراء كي تيجيرو تيروضو البراكيوس. تفرج تفرج كتلعبي عليه بحال هكا. ها واش كبي كابري؟ ابيتك تكابري هنا. ايوا زرع فيه امو دغيا تيتقاد في هاد السلاح هذا. يطلع ليه الترفو، راه هو كيطلع ليه. ما تنساش راه هذا راه ليفل كبير فهمتي. سير 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 دابا قاد الامود غيا. واخا ربي تروض الدراري دابا حاليا 11000 طوربر. ويلي 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 على البراكيو دغيا. اوريكم سخوت الوالدين 49 طاسات في الطوربر. شيت خلينا لها الدراري 1000 ليل تاعنا، راه قرب يموت بالرجوله. مشى علينا دابا الديناصور هذا بالرجوله، خصنا ثاني نقلبوا على شي ديناصور اخر. ضيعنا فيه دابا غير الامو. صافي مات مات الدراري، ما عندنا ما نجيرو بالرجول. الطوبر ديالو ما كتبيش، خصنا نحاولو تاني دابا مع شي براكيو واحد اخر. امونيا اصافي راه مات هذا، اجي نمشيو نشوفو لينا شي واحد اخر. راه مات. راه مات مات. صافي شوف غنشوفو شي واحد اخر اش بان. بلاتي هو طلع ليا واحد فيه 300 وقريب. عرفتي شنو غادي ندير؟ غادي اخويا نمشي نجيب امو بالزايد وغنجيب سلاح اخر وغادي نمشي. صافي سير. المهم انا تلقايني عند هذاك البراكيو، راك عرفتي الليفل ديالو 300. صافي صافي سير انا. يلا المهم الدراري حنا وصلنا دابا عند هذا البراكيو هذا، الليفل ديالو دابا 800. انا بيت والو، انا بيت غير كابري انا. اويلي لا 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 ما جمعتش الكريفن. لا 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 ولا 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 ما يموتش ليش الكريفن. ما يموتش ما يموتش. لا حنا وفنا السولغان السولغان السولغان. ما يموتش الكريفن، ما يموتش ما يموتش. صافي انا جمعت الكريفن. صافي اهم حاجه هي ما يموتش ليا الكريفن. شوفوا دابا واش غادي يطلع ليه الطربه. زيد بيتك كابري الصاد زيد. ها المهم 8000 في الطوربر دابا. ها 16000. خويا عندي 8 ديال الامو الدراري، خصنا دابا نتسناو مونيا تجيب لينا الامو. وبيكسي صافي جبتي السلاح جبتي الامو. زيد زيد دغيا دغيا عطيني الامو عطيني الامو دغيا 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 دغيا. شحال باقي له تمايا؟ ترى ضربتو قبيله، راه وصل دابا 14 الكا في الطوربر. صافي مزيان اجي نتعاونوا عليه. يلا سير زي حاولي تجمعي الكريفن ديالك اللي ضربوا لك. صافي شتي هاد البلاصه وحل فيها مزيان، خصو يريد تقلي شاف ديك البلاصه دغيا غادي نقدروا نروضوا. ايوا عطيه لا رجل لا رجل لا رجل. انت ما كتضربيش لا رجل انت هي علي مونيا علي علي مونيا علي علي بيكسي علي. دابا غادي اش غادي نديرو دابا مونيا؟ بما اننا طولنا شي شويه في الفيديو غادي نمشيو نروضو لينا هادو خلف الكواليس، ومن بعد ان شاء الله غادي نتلاقاو قدام غادي نستفو كاع الديناصورات اللي غادي نحتاجوهم في الحرب باش نوريوهم للدراري قبل ما يبدا الحرب. صافي مزيانه صافي. وحاجه اخرى الاخوان، هاد البراكيو هذا كما قلنا راه هو من اصعب الحيوانات اللي غادي تروضو. قلنا نروضو الكيكا بزاف وما نروضوش واحد، غادي نروضوه خلف الكواليس. وكيف ما قال بيكسي غادي نوريوكم كاع كلشي داكشي اللي كاين عندنا من الديناصورات، وديك الساعه نتلاقاو في الحرب ونشوف
نشوفوا ديك الساعه شنو غادي يطرا، كاينه بيكسي ولا ما كاينه. السلام عليكم. غنغلبوا بيكسي ولا ما نغلبوش؟ وهادي هي بتقوليها وصافي. على بركه الليمونيه. يلاه مشينا نروضوا لينا الجبس ديالنا. يلاه سير على الله.